تعرف على حضرتك خالد ابو كريشة امين مساعد اتحاد المحامين العرب. طب انت الوقفه النهارده ممكن تدينا خلفيه عشان نعم الوقفه النهارده الاحتجاجيه انت معاها؟ معها طبعا جمله وتفصيلا، لانه الاصلاح القضائي هو الوجه الاخر للثوره، لان هذه الثوره التي قامت من اجل العداله ليس متصورا ان تقبل عداله منقوصه، وان الجهاز القضائي قد تاثر تاثرا كبيرا بالنظام السابق واصابه بعاهات لابد من معالجتها، تتمثل في تسطير نصوص لقانون السلطة القضائية تكون وليدة حوار مجتمعي حقيقي، لأن القضاة حينما ينفردوا بوضع نصوص هذا القانون هم لا يضعوا لائحة نادي القضاة، هم يضعوا تنظيم قانوني لسلطة من سلطات الدولة الثلاث اللي منصوص عليها في الدستور، والأحكام تصدر باسم الشعب وهم يتولون هذه المهمة نيابة عن الشعب، ليس متصورا أن توضع هذه النصوص في معزل عن الشعب. علشان كده إن لم يكن هذا القانون موضوعا تحت كل الضمانات التي تكفل أن يكون وليد حوار مجتمعي حقيقي تشترك فيه كل الهيئات والمؤسسات، تشترك فيه كل القوى السياسية، تعبير حقيقي عن إرادة الأمة، سوف يكون هذا القانون استطراد واستمرار لما اعترى السلطة القضائية من مساوئ طيلة فترة النظام السابق. أما فيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية واستلابها الاختصاص الأصيل للقضاء العادي فهذا أمر آخر يوجه إلى المجلس العسكري بضرورة أن تكون هذه المحاكمات العسكرية محلا لنظر تراجع فيها هذه الأحكام وتلغى ويفرج فيها عن الذين صدرت في حقهم أحكام ظالمة كانوا يمارسون حقوقا دستورية، ومع ذلك ترتب على هذا أن يعاقبوا بعقوبات مغلظة وبمحاكمات منتقص فيها كثير جدا من الضمانات وحق الدفاع والتحقيق الكافي والتسبيب المطمئن في الأحكام ثم كفالة حق الطعن على هذه الأحكام. كل هذه الأمور ليس من سبيل أن تصل إلى الأذان التي لم تصغي لإرادة الجماهير إلا من خلال هذه الوقفات، فأنا مع هذه الوقفة ومصر عليها وإلى المزيد. شكرا يا فندم.